غادي نديرها لواحد شي ناس ثاني نشوفهم هذه الطواكع الجول شويه كثروا. واه بانت لي بلي شويه كثروا. هاشتاغ بلال ما يجيش بلال، بلال اساء الى المغرب، بلال سبنا، بلال نكار الخير، بلال كان يجي، بلال احنا بيناه، بلال احنا طلعناه، بلال يجي يدي دراهم المغرب، بلال دار عنيله، نكار الخير، بلال سب المغاربه، سب الجنسيه، سب هذه، ما رانيش على كاع المغاربه. ها هاد اللغه هذه ديال ما رانيش على كاع المغاربه يتسمعوها اخوتي؟ غيتسمعوها؟ فهمت؟ هم كتكلموا على الجنسيه، راه الجنسيه ديال كاع المغاربه. سمعت يا بلال داكشي ديال التحسريف وداك اللغه ديال مانيش مع كاملين وانا خوتي وعندي حبابي وكناكل عندهم الخبز وكيرحبوا بيا وعندي صحابي وعندي كذا، حتى انا نقولها لك، راه حتى انا نقولها لك ونقول لك انا جزائري كنتلاقاهم كنسلموا وكذا وهادي ونشربوا قهوه هنا في المغرب عادي خوت هو هذاك، فين كاين المشكل؟ اش جاب دابا الهضره ديال ان ما فهمتش؟ انت قلتي هضره كذاب قداش على المغاربه، راه صبروا معاك المغاربه وقسم بالله الا عاد راه ما سبوا ما عايروا ما جبدوا الاصول ما جبدوا الفروع. راني تبعت انا مزيان كاع الخوت اللي داروا اللايفات ولا الاخوان اللي داروا الفيديوهات كلهم كانوا غايه في الاحترام معك السي بلال، فما تلعبش دور الضحيه. احنا كنعرفكم انتم اصحاب النيف ما كتلعبوش دور الضحيه صاحبي. راه دابا انا وليتو قلبتوا لي لي بارامتر في راسي، انا كنسمع النيف 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 وكيجي بلاد كنلقاه طاب مطيح نيفو حتى للارض. فين هو النيف؟ وير از نيفن؟ قال لك ماشي كلشي وانا معاشي ماشي كلشي بشرى تحياتي مثلا. ها سير دابا غادي ندير واحد غادي ندير تفاعل غير مؤقت عاد غادي نرجع ناس المغرب الله يعمرها دار. انا عندي حبابي في المغرب سمعوا هاد الهضره الاخوان عرف غير حشيها لك. سمعت النوع نتاع الهضره عرفوا غير حشيها لك. انا كنهضر معكم بصح بصح ماشي اللي زعما القضيه ديال المغاربه، لا القضيه حتى منطقه معينه بلا نديرها قدام القداش ويقول لك انا جدي راه امازيغي راه دارها الياس المالكي ملي تزير قال لهم انا جده امازيغيه. ايوا ملي جدك امازيغيه علاش علاش تهكم على الامازيغ؟ ها اللي كيدير شي صنبيضه كيبدا يرجع يقول لك انا ناس ناس مع فلان كذا وانا مداير فلان والناس فلان والناس الناس اللي عمرها دار. هو ملي اللي عمرها دار علاش دير معاه العين؟ ناس المغرب انا مزيانين وكانوا كذا. ايوا ملي ناس المغرب مزيانين وانت ما حشمتيش على عرضك بلال وكتقول واش تندير انا بالجنسيه المغربيه؟ مالك كامبو مالك حمار مالك مبغلل مالك مالك ما تعرفش تجاوب ما تعرف تهضر تلعب فيها شي كور زعما باش نعجب انا الكبرانات باش نعجب انا باش نكريحها خصني نطلع النيفو ديال الكلاش ودابا كتطلب السله بلا عنب. انت فنان خليك فنان وقول كلام دبلوماسي. حنا ما قلنالكش غتقبل الجنسيه المغربيه عادي جدا انك تقولها بدي راه زعما ما محطوطاش في شيء. انا فنان في المغرب راني غادي جاي للمغرب حمدناك يا ربي وشكرناك وما نحتاج زعما الجنسيه باش نحب المغرب والمغاربه هكا. وداك السؤال اصلا ما خصوش تطرح لانه كيطرح في اطار احراج نتاع الشاب خالد ولد بلادك تما حشوالك. وانت مالك؟ انا كيعجبوني هاد العباط هادو كيعجبوني والله العظيم اخوتي. وانت مالك؟ اه دابا بلال تكلم على الجنسيه المغربيه وانا مغربي ولا هضرت انت مالك ما خصكش تهضر. لا ربي يخليهم لي الله يبارك الله يعمرها دار. ولا بليبار تاع صحابي هنايا في فرنسا وسقسوا 80% صحابي مغاربة ونموت عليهم. علاش 80% صحابك مغاربة؟ أنا غنشد معاك في التفاصيل. علاش 20% فيهم المصريين والتوانسة وباقي الجنسيات؟ وولاد بلادك أنت اللي جزائريين ما عندكش صحابك جزائريين، علاش؟ كيفاش تلقى ديال 80% مغاربة و20% تاع من؟ ها؟
فيها التوانسة، فيها السواعدة، فيها اللبنانيين، فيها الأتراك، فيها الفرنسيس، فيها يأكل معهم الخبز. إذا أنت تنكر الخير، أنت راه ماشي جنسية مغربية غادي تعطيك حوايج باطل. أنت راك بلا جنسية مغربية كتجي للمغرب كتاخذ كل شيء باطل وكتدي الفلوس حيت مخلص، كتدي الفلوس كتمشي وترجع رابح الفلوس. هذه خدمة أنا ما كنقولكش لا، ولكن يكون غير سير موتوا عليا وما نجمش أنا صاحب مغربي ونعاير له بلاده. هذه واحدة فهمتوا، عايرت له بلاده، عايرتي الجنسية المغربية، عايرتي الجنسية المغربية. كون صاحبي، كون 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 راجل، كون وكون قد راني على صحاب هذه الفئة قليلة قليلة، هذه الفئة تاع لا ما قليلاش ابن عمي، كون كانت قليلة كون جيتي، كون كانت قليلة كون جيتي. صاحبي مغاربة ونموت عليهم ويموتوا عليا وما نجمش أنا صاحب مغربي ونعاير له بلاده. هذه واحدة فهمتوا، راني على صحاب هذه الفئة قليلة قليلة، هذه الفئة تاع هذو اللي يهضروا في الفيديو، فئة قليلة اللي عندي أنا بابا، غير أنا مانيش عارف ندريت درت راسي فيكم وغادي نجاوبكم. إذا أولا كنقول لك ماشي فئة قليلة، جميع المغارب. أنا مازال ما شفت شي مغربي في شي تعليق في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في انستغرام، مازال ما شفت شي مغربي يعني قالوا ودي راكم فهمتوا غلط، ولا السيد ما قصدش، ولا السيد صافي. جميع المغاربة احتقروا الموقف ديالك، لا قبل في ذاك الفيديو ذاك الحوار ولا في هذا الفيديو اللي درت. هذيك تاع الفيديو زيد تاع الجنسية مغربية باللي أنا قلت ما عندي ما ندير بالجنسية المغربية يا خويا، روحوا الله فيديو تاع بصح وشوفوا قبل ما يسقسيني. قلت لها أنا كي نروح المغرب دايرين فوق راسهم وعينيهم يكبروا بيا ويبغوني وما خصني والو، بلادي تاني واللي نبغيها عندي، ما خصني والو في المغرب، كل شيء عندي اللي نضمونيه كاين، شا ندير بالجنسية؟ هاك أنا قلتها فهمتوا. لا ما قلتيهاش هكذا، ما قلتيش هكذا ابن عمي. وعلاش ما كملتيش داك الشيء اللي قلتيه؟ لان ما عندوش علاقه مع انا ملي كنمشي للمغرب كناخذ كنعيش حياتي مزيان اللي بغيتها، اخوتي المغاربه ما كيخلوني محتاج حتى شي حاجه، كيتهلاو فيا كذا، هذه كيضيفوني وكذا وكذا وكذا. فين هي هذه؟ فين كاين شمن الفيديو؟ جيب داك الفيديو اللي قلتي فيه الهضره هذه في داك الحوار نيت. وملي قلتي ما عندي ما ندير بالجنسيه المغربيه زدتي كملتي قلتي واش غتجيب لي الماكله ولا ما عرفتش داك الشيء باطل ولا شي حاجه باطل. إذا القضية واضحة بلال، القضية واضحة صاحبي، القضية واضحة. كان على الأقل على الأقل لو كان كنت أنا لو كان كنت أنا مستشار ديالك ولا أتشرف بذلك التواصلي ديالك غنقول لك غتبقى في نفس الكلام. صافي صافي تقبتي الورقة، خليك بعدا غير مزيان مع الجزائريين. آه مصطفى بونيف ومليط وزليط وفي الليط، خليكها معاهم بعدا. آه مع دوك الخطاب الكراهية والحقد وتشوكي الخاوي نتاع النظام نتاعك، خليك بعدا معاهم بعدا مزيان. دابا لا معاهم لا معاهم لا مع المغاربة. المغاربة مع الجامي مازال غيحترموك، وهذوك الهي بينتي بأنه فعلا انت منافق، منافق، لأنهما باغيين يبينوا للشعب الجزائري بأن بلال ما عندوش مع المغرب، كيحتقر المغاربة، كيحتقر الجنسية المغربية. وإذا به دابا تبين لدى الجزائريين بأنك أنت عايش على ظهر المغاربة باعترافك. ها هو اعتراف داك الجزائريين اللي غيسمعوا هذا الفيديو غيقولوا دخول هذا عايش على ظهر المغاربة، هذا عايش بخير المغاربة، هذا مو هذا المغاربة هما اللي موكلينه ومشربينه. إذا هاد المغاربة ناس ملاح، إذا داك الشيء اللي كيقول لنا دابا انت تقبتي الورقه مع شنقريحه وتقبتيها مع تبول وتقبتيها معنا. اه لا كريم قالوا واش غتجيب لي لا كريم باطل، والجنسيه الفرنسيه اللي عندك في فرنسا جايبها لك لا كريم باطل بلال. اه الجنسيه الفرنسيه اللي عندك
كتجيب لك كريم باطل في فرنسا يلا غدا خرج فيديو وتكلم لينا على الجنسيه الفرنسيه اللي عندك وقلنا وشنو كتعطيك باطل هذيك الجنسيه الفرنسيه وقلنا واش كتاكل لاكريم والباغيت والخبز والزبده والزيت باطل ماشي انا ما كنقول لك انا تقدر تكون خبيث وزيد ابلاتي تقدر تكون خبيث ونحترمك تقدر تكون ولد الحرام ونحترمك ما تكونش غير حمار وبغل ما تكونش غير غبي انا الاغبياء احتقرهم انت خدمتي هنا غبي غبي جدا غبي جدا سير هذه تاع واحد من قال لك باللي واي وبين على بالكم باللي قالوا لها فرنسا ولا المغرب قالوا ماشي مع فرنسا وين شفتني يا كذاب وين شفتني انا قلت بين المغرب فرنسا قالت لي هي شات سيبورتي في لاكوب دي موند قلت لها انا كيما تكونش كاينه الجزائر نسيبورتي الجيري وبانت لي عادي في بلادي انا جزائري انا ماشي هندي واه بيان سور وكيما تكون جزائر نسيبورتي فرنسا باسكو كيفاش الجزائر تسيبورتي فرنسا؟ شوف للامانه الاخوان راه الامانه مزيانه راه السؤال لم يطرح له مقارنه بين المغرب وفرنسا لان ماشي ما سمعناش السؤال كيتطرح فيه الماتش نتاع المغرب فرنسا وشكون غاتسيبورتي ما عنديش انا الدليل الا عندكم دليل جيبوه لي انا الصدق والمصداقيه ما نطيحش الباطل على ابن كلبون تفهمنا السؤال واش كان الاختيار بين المغرب وفرنسا في الماتش نتاع النصف النهائي عصيفطوا لينا عطيونا الدليل والله غدا حتى كنشرشمو لا راه قال فرنسا غنسيبورتي فرنسا ولكن غنسيبورتي فرنسا توتو لون تاع انا اللي فهمت قال انا غادي نسيبورتي فرنسا امتى قالها واش قالها توتو لون تاع كاس العالم راه حتى هاد السيبورتي فرنسا فيها نقاش راه ما غيفلتش مني راه غنسلخو سواء كان غيشجع فرنسا غير هكاك ولا غيشجع فرنسا ضد المغرب هي في كل الحالات فيها الفضيحه اذا امازيغيه كتقول ملي كان الماتش نتاع المغرب فرنسا صافي ملي قالتها امازيغيه انا اصدقها والمصداقيه ولكن خصني الدليل غنقلب على الدليل نجيبه صافي اذا هاد الهضره السي بلال قلتيها تفاضلا او تفضيلا لفرقه على فرقه في الماتش نتاع نصف النهائي السؤال تطرح لك جيب لنا الدليل بانه تطرح لك قبل بدايه المونديال جيب لنا الدليل على ان هذا التصريح نتاعك لم يكن للتفضيل والتفاضل بين المنتخبين لان كارثه عظمى فضيحه انك تسيبورتي فرنسا ضد المغرب اللي كتقول بانك صافي ما علينا اسيدي حنا غنمشيو معاك بعيد القضيه نتاعت ملي كتفوت بلادك عندك الحق وما غيلومك حتى واحد انك تشجع كذا 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 ياك مزيان وفرنسا كيفاش قصتها فرنسا هذا الحب اللي عندكم فرنسا انا ما بغيتش تفهم لي انا ما بغيتش تفهم لي هذا الحب تاعكم فرنسا هذه راه خصها دراسه مع دراسه ستروتومورتوفولوجيا خصها بزاف نتاع العلم الاخوه اللايف كيتقطع كنشوف تما اللايف كيتقطع خيلا الاخوه وكتحبسوا التكبس انا دابا بدينا تقريبا ساعه باش بدينا ومازال 190000 دونك شويه نتاع التكبس الله يحفظكم اي باش يستقر اللايف لان الدقه راه ما فيهاش نقاش ما فيهاش لا مزيان دابا صافي جود سير فيها ونخدم فيها وناكل فيها ونشرب فيها ونرقد فيها ونزوج فيها وعندي ولدي فيها 30 عام وانا في فرنسا انا ماشي نكال الملح وعندك الجنسيه الفرنسيه هذه ما قلتيهاش وما قلتيناش هذيك الجنسيه الفرنسيه واش كتعطيك لا كريم ولا ما كتعطيهالكش قلتي لنا خصنا نعرفوا هذيك الجنسيه الفرنسيه اللي عندك واش كتاكل بها لا كريم باطل واش كضرب بها السندويتشات باطل داك الشيء نتاع الهامبرغر باطل خصنا نعرفوا ضروري تخرج هكذا بالجنسيه الفرنسيه وشنو كدير بها تما فرنسا سير اون بليس فرنسا فيها دي جوار دوريجين الجيريان كيما زين الدين زيدان يعجبني كيما كريم بنزيما صافي بليزير كيليان امبابي
وزيد زعما غير انا اللي قاعد نعاند فيكم تسيبورتي كيليا امبابي راه من امه من امه. المهم انا ماشي داك الناس اللي كيقسم بين 50% 50% راه بحال بحال حتى العلم كيقول الجينات كياخذ 50-50 من باه ومن مو. اذا مبابي داي 50 من القبائل سير كيما عندها حتى علاقه مع حب الوطن دخلت وكل شيء هذا في هذا. لا ابن عمي بلاتي ما تخلطش الشعبان مع رمضان السياسي بلا ما تخلطش الشعبان مع رمضان تخلط الشعبان مع رمضان تشجيع نتاع الفرقه بوحدو وتشجيع نتاع المنتخبات بوحدو. كاين مغاربه كي سوبورتيو ريال مدريد كاين مغاربه كي سوبورتيو ايندوفن لابوها المغربيه تحياتي نتاع الله يحفظك مرحبا بك. كاين مغاربه كي سوبورتيو سمي ما تشاء ولكن في المنتخبات في المنتخبات غادي نمشي انا سوبورتي ما تلقاش مغربي يموت على البارسا البارسا واحد مغربي معلق في داره تصويره تاع رونالدو وعلى ما دارش تاع سياش هذا ماشي فري مغربي تلقى مغربي داير التصويره تاع ميسي وما دارش حاكي هي ولكن ما نشجعوش فرنسا ما تشجعوش فرنسا تشجعوش فرنسا الا اذا كنت فرنسي اذا كنت فرنسي كان كنفهموها فرنسي ولكن انت راه قلت لنا 80% من كاع داكشي اللي راك فيه من المغاربه من المغاربه ثاني هذا ماشي مغربي يا برك انا ما دار تعكان هذا نورمال ما غادي تفهموها بلا ما غادي نقولها لكم فهمتوا وزيد وهذو اللي ما تجيش عندنا ما تجيش عندنا على راكم حاسبين انا رفدت لافاليس تاعي وجيت نطبطبالو السلام عليكم كاش خدمه هذه الناس صافي كادر ولا تروازو راهم يعيطوا لي مساكين الله يعمرها دار ويكثر خيرهم يعيطوا لي بلال وين تنديروا حفله وانا اشاك فوا رالونتي اشاك فوا نقول الخطره الجايه من بعد بانت لي بلي كثر علاش كنت ترالونتي إلا كان 3 سنين وربع سنين هما كيعيطوا لك هاد مولين الكباريهات وهم مولين اللوطيلات كيعيطوا لك وانت علاش كنتي كترانوتي؟ وعلاش بان لك هاد العام عاد غادي تولي؟ هادشي اللي خص فيه الناس تعرف في إطار الصراحة والوضوح. إذا أنت كذاب فهمنا؟ سير الناس راهم باغيني نروح نخدم على روحي وسيرتو سيرتو هادوك لي فان تاوعي والناس اللي تبغي بلال وعلى بالي بلي كاين ناس تبغيني في البلال في المغرب باغي تبغي ما تبغي اه صافي قعرتيها شمن اللي تبغي بلال ولا ما تبغي بلال قعرتيها شريف قعرتيها قعرتيها صافي تقبتي الورقه شمن غيبقي يبقي بلال دابا الا بقى لك شي مدلول راه غيبقى لك شي مدلول والمداليل كاينين راه 10% حنا كنعشروها ديال المداليل هذه راه معروفه في اي هذه قاعده ذهبيه هذه قاعدة نتاع واحد على عشرة بقاو لك العشورة بن عمي بصحتك بهم من المداليل ما عندناش مشكل غير ولكن حنا كمغاربة كنعرفوهم مداليل فهمتي؟ ان شاء الله غالب هذه ما عندك محبة تاع الله ما تجيبش ديك الحالة انت يا بفيديو لا بن عمي المحبة تاع الله واه ولكن ملي كيقارها مولاها كيدير علاش غادي مابقاش نحتارمو ما غنبقاش نحتارمو انا بعدا جو سوي با فان تاعك انا داك الموسيقى تاعك ما كنفهمهاش ما كنفهمش كاع الضروره الموسيقيه نتاعتها انا هكا الذوق نتاعي انا ما لا احجر على الاذواق نتاع عباد الله نديرو كيما هاكو نمشيو في الدرب وكذا وحنا وحقرونا وضربونا اصلا الخطابات نتاعتك انت كامله انت اصلا داكشي اللي كتغنيه الا جيت نحلل الخطاب الفني نتاعك كله ديال ان هذوك سميتو هاد ديك السلبيه وداك العقد النفسيه اللي كترسخها في في في, في, في الاذن ديال الناس اللي كتفرج لك كائنات ما كتعلموا الناس ما يتحملوش مسؤوليتهم حاسديننا حاقريننا تابعيننا دايرين لنا وانا شكور وانا واعر وانا كدا نميلو ما نطيحش وانا كدا هاد اللغه هادي لغه هدامه للشباب اللغه الهدامه نتاع الشباب غير لائقه لا ماشي مساله ديال غير لائقه المسألة ديال التأثير ديالها على الشباب شكون اللي كيتصنت ليها كيتصنتوا ليها داك النوع البشري الذي يستيقظ صباحا على الساعة الواحدة كيعطيه مو 20 درهم ديال 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 القهوة ولا 10 درهم 20 درهم 10 درهم قهوة 10 درهم كارو كيخرج داير داك التقاشر مع الصندلة ديال اديداس كيخرج للدرب الى لقى شي قهوة تما كدا وكيبدا يقول لك ها
حاضينا صاحبي بنادم الله العظيم تابعينا في ظل الزمان ديالنا حنايا وما تقدونا شي اخي سعيد والله ما يقدونا بالله حنا في ياماتنا ملي كان مازال السدراوي كيدي بجوج دراهم وكانت البصله كدير درهم ونص كنا كدا وهادي وهادي ودابا تابعينا ودايريننا وحتى الدوله هادي با سعيد والله العظيم الا ما دوله ما والو كلشي الشفاره كلشي وحتى بنادم حتى الشعب كلشي الحاضي شوية يدخلك في داكشي نتاع القدافي يقول لك مازال حي شوية يدخلك فهمت يقول لك راه بان المهدي المنتظر في مدينة قم المهم هاد الاسبري هذا حاضيني تابعيني وانا فور وانا وانا واعر وانا كدا وانا كدا نميلو ما نطيحوش هو ما وقفش اصلا واسمعوا لي كنقول لكم هذا الهضره اللي وصلت شي واحد من هاد الناس هادو الله يحسن العون اخويا راه كيتحمل مسؤوليتك يا ابن عمي انت راه كدير حتى وزه انت راك ما واقفش من تميل ولا ما تطيح انت راك في الارض راك طايح انت راك سايح واقف بعدا باش تميل ولا تطيح انت ما راكش واقف اصلا ما قالوش حتى الناس اللي داروا الفلوس وعندهم مشاريع وخسروا في المشروع الاول وخسروا في الثاني دوزوا كونكور الاول الثاني الثالث مشاو خدموا في الخضره مشاو خدموا في الصنادق مشاو ما قالوهاش انت متكي شاو كيدير واحد الجلسه كاع بوحدها راه حطوا ولا حطوهاش فراس الدرب كيدير واحد الجلسه كاع بوحدها والله ما تقدر تصبر اكثر من سميتو واش داك التقريده اللي كنا كنديرو في الباديه ملي كنخرجوا نمشيو نخرجوا داكشي ديال فين ايامات ديال الطواليت ما كاينش وكذا وكذا هذيك التقريده وكيبقى نص النهار كامل هو داك التقريداك هذوك الاعصاب اللي عنده اخي المراقب ديال ركابيه داك اللي قامو ما عرفش اخويا باسكي كيديروا صبروا له هذا هو الببليك اللي عندك السياسي بلال هذا هو الببليك ديالك يقولي ما عندك تطبق فهمتني ويسمحوا لي بزاف لي فان تاوعي يسمحوا لي والله وهذه اللي قال لك باللي صاي تعملوا بدل ما غاديش يجي يديروا حفله ودايرين الموسيقى شكون اللي قال لكم اني لو ما اني لو والو مساكين جوج كابريزو مازال يعيطوا لي قالوا لي بلال الارواح الله يرحم اللي ماتوا لك الله يرحم الوالدين الارواح غير انا قلت لهم يا خويا الله غالب ضروني بزاف انت اللي دريتي وجه المخرج انت اللي بدر الريتش ديالو طاح ماشي غير يطيح بلاتي ما غتلقوه انت اللي دريتي وليتي انت اللي مضرور ها المغاربه داروا الضغط والناس اللي ما فراسهاش ولات فراسها والناس اللي كانت ضروني بزاف اللي كانت بلاتي والناس اللي كانت كتفضل الجانب الربح المادي وكذا وكذا على هذا الجانب هذا ولا تفقت وعقد في قوى الاخوان انا للامانه انا لا ما عنديش شي فضل في هذا الشيء ولكن كاين اخوان اللي عندهم الفضل ومنهم واحد الاخت هو غير جبدها في الهضره قصحته لدرجه انه دار عليها اغنيه كاين خويا رضوان فروحي كاين اخوان اخرين يسمحوا لي ما ذكرش سميتهم كاين السباعي كاين انستو كاين وكاين هاد الاخت هادي هاد الريفيه ديالنا الشعكوكه مولات الشعكوكه فقساتو زعما باص عرفتي ملي كتوصل عبر التيك توك تسمى توصل سيرس هما الله انا راضي عليك دنيا واخره اسمع ابن عمي وداك الساعه غادي نشوفوا الكلاش نتاع بلال السهومه سير طلبوا الطوماطيش وما ناكلش خروف عند الناس المنانة ونسكن في قربي برك صب في وسط العيش وما نسكنش في قصور تحت الإهانة وراكم غالطين ماشي كاع اللي يا اسمعني نقول لك شتي لو كان جاي والله حتى نمنو عليك يا والله حتى نكرهوك في حياتك شتي داك الخطة اللي كندار معايا حليم على ودي داك الصباط اللي كنعطيني نصور فيه بداك البرنامج ومن بعد بقى تابعني على داك الصباط غندير معاك انا بعدا نفس الخطة وغنديروها كاملين كاع الخوت غادي نمنو عليك غنكرهوك في حياتك شتي داك الفرنك اللي غايجيك من المغرب غتكرهو غير بينا حنا الا ما بغاوش الفرن يحشمو على عرضهم ويقولوا صافي ما نعاودوش نعيطوا له شتي لا عيطوا لك وانت بيت حماري ترجعتي غادي نمنو عليك هذا هو الحرب النفسيه اللي نقدروا نديروها معاك
اش غدير؟ حنا ما غنضربوك، ما غنسبوك، ما غنعايروك، ما غنهجمو عليك، لا في الواقع لا في المواقع. ولكن ابن عمي ديالي غنكرهوك في داك الطرف ديال الخبز اللي غدي من هنا من المغرب، غنمنو عليك. تضر حشيش وماشي كاع الناس جوبانه. وبكنوس الدنيا انت ما تغنينيش، لو كان نحس نموت داخل زنزانه. وفي الرجوله يلي ما تعرفنيش قاري في مدرسه احمد زابانه. انا على نيفي قادر نوض شي اللي كيحصل، اللي كيدير شي زنبيضه كيرجع لشي شهيد ولا شي مقاوم باش تعرف لي سبرين تاع الفاشلين. لي سبرين تاع الفاشلين هو هذا، ها اللي يدير شي زبله وكذا كذا يجبد شي واحد من المقاومين ولا من الشهداء ولا سير. إيش ضد الحسادين وناس الخوانه، وحده طايبه كاع ما تعرفنيش حاشا خلق. شتي هو غيبدا مع سهومه، قال لك وحده طايبه ما تعرفنيش، هي اللي عرفتك. سير بلادي وهم تنزارة، ما طيبة ما والو، ما مقصحة ما موجعة ما كتبكي ما كتشكي. ها بأب السم، داك السم ديال 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 التيك توك، داك التسممات ديال التسممات ديال القطرة ديال توجعك، والدليل أنك غتهضر عليها. سير قاري في مدرسة أحمد زابانة. زين أنا على نيفي قادر نوض جيش ضد الحسادين وناس الخوان. اش غتنوض؟ نوض جمع كافك، نوض الماء ديال والو، نوض جمع راسك، نوض جمعوك، ما غنديرو في التالت لحيتو وسط فرنسا. انت دابا 30 عام وانت في فرنسا، تقبعتكم لا زابانا شكون قتلو؟ زابانا شكون زابانا قتلتو؟ انا قتلتو سهومه هي اللي قتلت زابانا. وتاجرو في الشهداء وتاجرو في المقاومين. 30 عام وانت عند الفرنسيس، 30 عام عند هذوك اللي شرشموكم ودقدقوا لكم الجدود نتاع الجدود نتاعتكم. ودابا قال لك انا الجيش نرجع نحرك. اش غتحرك؟ اش غتحرك؟ شكون غيتبعك؟ شكون معاك؟ قال له الو شكون معايا؟ قال له ما معك حتى واحد. سير وحده طايبه كاع ما تعرفنيش حاشا خلق ربي تحسب دبانه نخلصك. دبانه دابا هادي دابا سهومة دبانه دابا، ها حاشا خلق ربي. انا غنوريك الدبان من بعد. سهوم عنده ياثر لك على المعنويات نتاعتك، راكي هكا. ها والله الشكيكه ديالك جايه معك، عندك ديري شي بلاكي داك البلاش كيتسمى داك البلاك ولا تلقي داك الشعر ولا عندك ويك بهذيك الشكاك خليها. اختي في جاه ربي ما تسمعينيش، انت اللي بدحسك عندها حسنه، شعرك مكشرد تحسب قضبه تاع حشيش. سبحان الله غوله وفرحانه، انت لبلادك انت شكون؟ ولبلادك انت ما تشرفيش. المغربيه الحره بيقراها حشمانه. لا احنا كل شيء جميع المغاربه رجال ونساء مفتخرين بهذا المغربيه الحره، هذه هي المغربيه الحره. لا سيام